بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وبعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدري وإياكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. وها نحن نلتقي في لقائنا الثالث في تلك الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها دورة مباركة نافعة بإذنه تبارك وتعالى. سحر البيان في تعدد قراءة القرآن. ولا زلت متوقفا مع الهدف والغاية من تلك الدورة. أريد أن أغرس في نفوس المستمعين من المتخصصين ومن غيرهم أن القراءات لا ترد إلا حيث يراد المعنى، فلا بد أن ندرك هذا جيدا، ولا بد أن يكون لدينا هذا الفهم، وهذا ما حاولت أن أثبته في اللقاءين السابقين، وأحاول اليوم أن أؤكد على ذلك أكثر. أستكمل الكلام اليوم لأن بيان هذه الأمور يحتاج منا إلى فهم دقيق. أستكمل الكلام اليوم في القراءات الواردة في كلمة كرها في القرآن الكريم. نعلم أن تلك الكلمة وردت في مواضع متعددة في القرآن الكريم، لكن هناك مواضع محددة ورد فيها قراءتان: قراءة بفتح الكاف كرها، وقراءة بضم الكاف. يعني عندي قراءة بفتح الكاف وقراءة بضم الكاف، وتلك القراءتان لم ترد إلا في موضع سورة النساء وموضع سورة التوبة وكذلك موضع سورة الأحقاف. الكره والكره البعض يرى أنهما لغتان، والبعض الآخر يرى أن بينهما فرقا. فالكره بالفتح بمعنى الإكراه، والكره بالضم بمعنى المشقة. تعالوا نستعرض بعض الآيات التي ورد فيها كلمة كره وكلمة كره، لنؤكد على أن لكل قراءة دورا في المعنى، وهذا ما ينبغي أن نعلمه تماما. ولذلك خلي بالكم في بعض المواضع هناك اتفاق على قراءتها بفتح الكاف على الأقل في المرحلة الحالية في القراءة المتواترة، لأني ما أريد أن أتكلم عن القراءات الشاذة الآن، سيأتي لها وقت ونفصلها تفصيلا بإذن الله. ماشي؟
كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم بضم الكاف، لأن بالتأكيد القتال فيه مشقة، فقرئت بالضم باتفاق جميع أهل القراءات المتواترة دليلا على أن ضم الكاف تكون بمعنى المشقة. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، السجود بمعنى الخضوع والانقياد. فمن الناس من سجدوا لله طوعا وهم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، ومن الناس من تسجد كرها يعني بالإكراه اللي هو سجود الحال والمآل، يعني سجود الحال والمآل يعني حالهم وشأنهم يسجد لله تبارك وتعالى، فهم يسجدون لله تبارك وتعالى بمعنى يخضعون مضطرين مقهورين بالإكراه في حالهم وفي شأنهم، في نومهم، في أكلهم وفي شربهم، في عمل أمعائهم، في وقت خروجهم إلى الدنيا، لا يختارون متى يأتون إلى الدنيا. ولذلك رب العباد يا جماعة عندما أراد أن يدلل على سجود الحال والمآل في سورة آل عمران، في سورة الرعد آسف، قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. شوف دلل على الكره بقوله ايه؟ وظلالهم بالغدو والآصال. سبحان الله رب العالمين، يدلل الله على سجود حالهم ومآلهم بظل الإنسان، يقول أنت ظلك في فترة الصباح أو في فترة المساء أنت لا تملكه، انظر إلى ظلك في الصباح وفي المساء. فالله دلل بشيء لا يملك الإنسان أن يسيطر على نفسه فيه، وهو من أتفه الأشياء، يعني ظل الإنسان. وهذا دليل على أن الكره بالفتح يعني الإكراه، وبالضم يعني المشقة. هذا حتى الآن. تعالوا نتبين معنى الإكراه والمشقة في الآيات التي ورد فيها القراءتان. الآية الأولى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. على فكرة يعني ولا تتضايقوا مني، عندما يقابلنا وقفة تدبرية في آية نتناولها أنا أرى ألا نتركها، ولا رأيكم إيه؟ نتركها. يعني الأصل إن إحنا لا نتركها، صح؟ طيب أنا سأخذ بهذا. شوفوا معي، نلاحظ في تعبير القرآن الكريم عندما يحرم على الإنسان شيئا تحبه النفس. حاضر، أنا أذكر رقم. حاضر، آية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أنا القضية أنني بتعامل مع ناس الأصل المفروض أنهم حافظين، يعني رقم 19 في سورة النساء. نلاحظ دائما إذا حرم الله على الإنسان شيئا، لا أبدا أبدا ما في مشكلة، إذا حرم الله على الإنسان شيئا تحبه النفس بقوة يقدم التعليل قبل التحريم. واضح؟ إذا حرم الله على الإنسان شيئا تحبه النفس بقوة يقدم التعليل قبل التحريم، قبل النهي يعني.
يعني هنا لو قلت لكم أصل الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترثوا النساء كرها لأنه لا يحل لكم، واضح؟ فالله تبارك وتعالى لكي يرضي نفسك ولكي يطمئنك يقدم التعليل أولا، لا يحل لكم حتى تطمئن نفسك، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولو استعرضنا الآيات كلها لوجدنا هذا موجود في السياق، واضح؟ يبقى هنا قدم الله التعليل قبل النهي لأنه يحرم شيئا النفس تحبه بقوة. كيف يرث الإنسان النساء كرها يعني بالإكراه، وكرها يعني بالمشقة؟ معنى الإكراه واضح، لأنه كان في بداية عهد الإسلام كانت المرأة لا تزال كالمفهوم السابق أنها جزء من التركة، فكانت تورث لأول من يرمي عليها عباءته من أهل زوجها. فكان إذا مات الرجل، إذا مات الزوج، ذهب أحد الورثة سريعا وألقى عباءته على المرأة فأصبحت ملكا له، ما هي زوجة، لا، ملك، بمعنى أنه إن شاء زوجها وقبض المهر، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تزوجها هو، يعني كما يحلو له، كما يتعامل مع قطعة الأثاث في البيت، كمن يرث سيارة أو عمارة أو إلى آخره. ولذلك هذا حتى تستطيع الرد على من يقول أن الإسلام أهان المرأة. أي إهانة؟ المرأة كانت مهانة في الأصل، أصبحت عزيزة معززة مكرمة، كانت قطعة من التركة، الآن أصبحت وارثة وليست موروثة. إذن لا ترث النساء كرها بالإكراه، ماشي؟ هذه معنى الإكراه. طيب وكرها المشقة، سبحان الله رب العالمين، لأن يا جماعة سيأتي لنا كلام عن إعجاز القرآن البلاغي أو البياني. دائما أحب أن أطرح سؤالا ها هنا، وسامحوني لو يعني بنتنقل بين الأمور، لأن يجبرنا الكلام عن مثل هذا. خلي بالكم معي، الله تبارك وتعالى يتعمق إلى أعماق النفس البشرية ويخرج ما في أعماقها دون أن يعرف الإنسان، لأن الله هو الخالق. ولذلك دائما أقول في أعرض سؤالا، إذا كان القرآن الكريم مكونا من نفس الحروف التي يستعملها الناس، فما وجه الإعجاز فيه؟ يعني إذا كان نفس الحروف اللي احنا بنستعملها والناس يستعملونها جميعا، طب فما وجه الإعجاز إذن؟ دعوني أجيب أنا عشان نمشي سريعا، لكن وإن كنت أحب التفكير وكذا، البلاغة يا جماعة الخير يعرفها أهلها بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يعني لكي أكون بليغا في كلامي لابد أن يطابق كلامي
حال المخاطب على الوجه الصحيح او على الراجح عند اهل البلاغه، يبقى ده مطابقه الكلام لمقتضى الايه؟ لمقتضى الحال. ادي تعريف البلاغه. طيب حال الانسان يا جماعه الخير، حال الانسان على نوعين، حال ظاهر وحال باطن. يعني أنتم الآن أو أنت عندما تلتقين مع إحدى صديقاتك تبتسمين وتسلمين عليها، فهي تتعامل معك على أنك سعيدة ومبسوطة، لكن يعلم الله تبارك وتعالى كم تتقطعين من الداخل. ربما يعني حالك له ظاهر وله باطن. ماشي، من الذي يملك أن يراعي الحال الباطنية للإنسان من البشر؟ من فيكم أو الذي يقدر أن يراعي حال المخاطب؟ أنا قلت من البشر، من البشر، هل هناك من يملك أن يراعي حال الإنسان؟ أنا أقدر أراعي حالكم واحدا واحدا وحدة وحدة؟ مستحيل. هل أنتم تملكون أن تراعوا حالي وأنتم تكلمونني؟ مستحيل. ماشي، ولذلك الفرق بقى فين؟ أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك مراعاة الحال الظاهر والباطن. واضح؟ وهذا له علاقة بالآية والقراءة التي معنا. ولذلك يا جماعة الله تبارك وتعالى هو الذي يملك أن يعلم ما في داخلك وما في داخلي وما في داخلك أنت. الله تبارك وتعالى وهو يتحدث في قضية الطلاق في سورة البقرة يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. شوفوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني يا جماعة الضرار هو ايه؟ الضرار هو الظلم، والاعتداء ظلم. كأن المعنى ولا تمسكوهن ظلما لتظلموا. نعم، بس الظلم الاول غير الظلم الثاني. واحد مثلا كاره لزوجته لكنه ما يريد ان يخسر، فهو يرى اني بدل ما أطلقها وأدفع وكذا أنا أضيق عليها في عيشتها وفي حياتها حتى أجعلها هي التي تطالب بالخلع ولا أخسر شيئا. وخلي بالكم الأمثلة دي رب العباد يذكرها في القرآن كثيرا. نعم، حتى أهل أصحاب الجنة في سورة القلم يا جماعة عندما نقرأ قول الله تعالى: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يا سلام، ألا، قول الله تعالى ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هل ذكر أصحاب الجنة أنهم سيمنعون الفقراء من الدخول؟ فكروا كده معي، هل قالوا ألا ندخل أحدا من المساكين اليوم، أن نمنع المساكين أن يدخلوا؟ أبدا.
ماذا قالوا؟ قالوا: ألا يدخلنها المسكين اليوم عليكم. يعني لسنا نحن الذين سنمنعه، لا، نحن سنجعله هو الذي يقول لن أدخل. يا رب أكون وصلتها. اللي ما أخذ باله يقول لي: رأيتم ماذا يريدون أن يقولوا؟ يريدون أن يقولوا: ها، سنجعلهم هم الذين يمتنعون ولسنا نحن الذين نمنعه. هو احنا نمنع احنا الفقراء ان يدخلوا؟ لا، ما نمنع، لكننا سنجبرهم على ذلك. كيف يعني؟ طبعا ابوهم كان يترك الثمرة التي تقع على الارض يتركها للفقراء. قالوا: احنا لن نترك شيئا، سنأخذ ما على الارض وما على الشجرة. فإذا ما دخلوا ولم يجدوا شيئا هيعملوا إيه؟ ماذا يقولون؟ سيقولون، حتى سيخرجون ويقولون: يا جماعة ما أحد يدخل، خلاص ما عدنا جيئ، الأولاد الآن ما يتركون لنا شيئا. واضح الكلام؟ كذلك هنا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني إيه؟ لا تمسكوهن ظلما لتظلموا. بس الظلم الأول غير الظلم الثاني. لا تمسكها، لأن طبعا عندما قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يحذر هنا وانتبه: إياك أن تمسكها ضرارا، يعني ظلما، لتصل إلى أن تظلمها بأن تجعلها تفدي نفسها. هو الإمساك الظلم إن هو ما يريد أن يمسكها، هو يريد أن يطلقها في الأصل، لكنه قد ينوي الشر. شبه من الذي يستطيع من البشر أن يعلم أن هذا الإنسان ينوي الشر بأهله؟ وصلت الفكرة؟ يعني رب العباد وحده هو الذي يعلم ذلك. ولا تمسكوهن ظلما لتظلموا. ولذلك من العجائب، وان شاء الله هنبقى نتعرض لهذا، لو وجدت نفسكم تشتتتم مني قولوا: لا كفاية، ما تشتتناش. خلي بالكم بقى في قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. خلي بالكم معي، أنا بتكلم الآن في قدرة الله الكاملة في معرفة ما في أعماق النفس. ولذلك رب العباد في بعض آيات الطلاق يقول ايه: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. فاحذروه، تهديد شديد. اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. وقال في الآية الاخرى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب، الله، ده من القواعد التي سندرسها إن شاء الله، أن الزوج يعبر عنه بالبعل إذا كانت الحياة الزوجية غير مستقرة أو منتهية أو شبه منتهية أو في خلافات دائمة. هنبقى يعني نتكلم في هذا بتوسع. طب الآن الآية الأولى يا بنتي، يا أخي قصدي، آسف، الآية الأولى: وبعولتهن هذه في شأن المطلقة طلاقا رجعيا،
ولا تزال في العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن في المطلقة الطلقة البائنة البينونة كبرى كما. أي الآيتين كان أولى بالتعبير بالزوجية والأخرى تكون بالبعولة؟ يعني الأولى اللي في المطلقة الرجعية كان الأصل أن يكون بالتعبير بالزوجية، البينونة الكبرى التعبير يكون بالبعولة. القرآن عكس، تعرفون لماذا؟ لأنه يخرج ما في أعماق النفس، يشير إلى أن الزوج المطلق طلقة رجعية قد يخطط لعودتها مرة أخرى لأجل أن يطيل عليها العدة، لا لأجل السكن والمودة والرحمة. ماشي؟ أنا أقصد إن البعولة يعبر بها عن الزوج وقت الخلافات الكبيرة ووقت انقطاع الحياة الزوجية، الزوجية وقت الاستقرار. فالآيتين في الطلاق، الآية الأولى في الطلاق الرجعي هي أقرب إلى الزوجية من طلاق رجعي، وقد يعيدها دون مهر ولا عقد جديدين. والآية الثانية في المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. ماشي معي كده؟ فأيهما الأولى في التعبير بالزوجية؟ كانت الأولى، لكن رب العباد يريد أن يخبرنا بأمر أن هذا الزوج المطلق قد يخطط لعودتها لا لأجل استمرار الحياة الزوجية، لا، هي عدتها 3 قروء، فيأتي قبل انتهاء القروء 3 ب5 أيام ويعيدها. ماشي؟ ثم يطلقها طلاقا رجعيا ثانيا لتبدأ عدة جديدة. هتبدأ عدة جديدة هتبدأ تاني 3 قروء. ولذلك شوف ربنا قال إن أرادوا، إن يا جماعة إذا رأيتموها اعلموا أنها تفيد التقليل والشك، كأن الله يقول إرادة الإصلاح قلة في هؤلاء ويعني وفيها شك، ولذلك سماه القرآن بعلا. ليه؟ لأن هنا أيضا أحق نسميها أفعل التفضيل، أفعل التفضيل تشعر أن هناك منافسة، يعني العدة أوشكت على الانتهاء وهناك من يفكر في أن يتقدم لها، فالله يقول البعل أحق بردها. إذن هذا إخراج ما في النفس، جعله الله بعلا وقال إن أرادوا إصلاحا. هناك نفسية المرأة يا جماعة نفسية طيبة في الأصل، ماشي، حتى وإن كانت تزعل بسرعة إلا أنها سرعان ما تسعد. فالمرأة المطلقة طلاقا بائنا من زوجها بينونة كبرى عندما تعلم أنه قد عاد إليها مرة أخرى لينكحها، كيف ستكون حالتها النفسية؟ ستكون أسعد الناس، لأنه بعد أن طلقها الطلاق البائن البينونة الكبرى فهي ترى في نفسها أنه قد لف العالم أجمع وبحث عنها فلم يجد لها مثيلا، يعني هي تظن في نفسها هذا، إنها كده ليس لها مثيل. فالله تبارك وتعالى يذكر وليها بالزوجية التي بينهما
حتى وإن انقطعت هو يا أخي زوج لها سابقا، فيذكره بالحياة الزوجية وكونه قد عاد إليها، فهذا يسعدها، فلا ينبغي على الولي أن يقطع سعادتها. إلا ما ببحث فيه من سعدت أو بحاول أؤكده أن القرآن الكريم رب العباد هو الذي يملك مراعاة الحالة النفسية في أعماق الإنسان، هو الذي يعلم حقيقة السعادة في داخل أعماق الإنسان، وهو الذي يعلم حقيقة الحزن وحقيقة الهم الذي قد يعيشه الإنسان. إذن لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، بمعنى أنه لا يحل لكم أن تضيقوا عليهن في المعيشة حتى تجبرها على أن تخالعك. ولذلك للفقهاء كلام في المخالعة وفي المال الذي يأخذه الزوج في تلك الحالة. ارجعوا إليه. نعم، معنى البينونة الكبرى. البينونة الكبرى، في بينونة صغرى. أولا البينونة الصغرى أن يطلق زوجه طلاقا رجعيا أولا، ثم لا يعيدها أثناء العدة. يعني مرت القرون الثلاثة أو الأشهر الثلاثة ولم يرجعها، أصبحت بائنة بينونة صغرى. يعني بينونة صغرى لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين. ماشي. البينونة الكبرى أن تطلق ثلاث طلقات، الثلاث طلقات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. وضحت الأخ اللي بيسأل عن البينونة الكبرى. إذن القراءتان هنا ضرورة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بالإكراه عندما كانت الزوجة جزءا من التركة، فأراد الله أن يخلصها من ذلك فجعلها وارثة وليست موروثة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها للمشقة التي تكلمنا عنها. نذهب لموضع الأحقاف قبل التوبة. موضع الأحقاف، وأنا ذهبت إليه أولا لأن فيه كلام كده يحتاج منا أن نركز فيه. أي بيان للأخت الفاضلة؟ يمكن زيادة بيان إيه؟ طيب الآن القراءتان في موضع سورة النساء. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بالإكراه كما كان يحدث قبل أن تتنزل آيات المواريث ويجعل الله المرأة وارثة لا موروثة. فالقراءة ها هنا كرها يعني بالإكراه، ماشي، أو من يجبر زوجته على أن تتنازل له عن بعض حقوقها بالإكراه وبالاضطرار، يحدث الآن. أما كرها اللي هي المشقة يضيق عليها معيشتها، يجعلها تقول أنا ما أريد هذا الرجل، يأخذ ما يشاء ويتركني ابتغاء وجه الله. ولو أنكم تعرفون مشاكل الناس وتخالطونها لفهمتم هذا المعنى. بعض النساء، وكان هذا على يدي أنا، كنت يعني حاضرا في الموضوع، دفعت رسوم الطلاق للمأذون حتى تخلص وتخلص نفسها من هذا الرجل. ما طالبت بحقوقها، لا دفعت. وهناك البعض يدفع مبالغ حتى ينهي أمره
لماذا؟ من شدة ما تعاني. يبقى كرها بالإكراه إما بوسيلة أو بأخرى، وكرها بالمشقة يضيق عليها، مش عارف يخلي عيشتها وحياتها إيه. ما أريد أن أنطق الكلمة، واضح كده ولا لسه؟ بدليل قال بعدها: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين يعني بعدها يوضح الكلام. ماشي، طيب نذهب لموضع سورة الأحقاف، لأنه هو اللي فيه يعني يحتاج إلى فهم إن شاء الله نفهم. حملته أمه كرها ووضعته كرها. طبعا دي في سورة الأحقاف الآية دي، عشان الإخوة اللي طلبوا أرقام الآيات في سورة الأحقاف الآية رقم 15. خلي بالكم معي، هتقولوا لي طيب بالفتح فيها معنى الإكراه، بالفتح فيها معنى الإكراه، ومعنى الإكراه واضح صح ولا مش واضح؟ طبعا صعب. هو فيه أم تحمل طفلها بالإكراه، لكن معنى المشقة هو الواضح. خلونا نتكلم في الإكراه. كيف حملته أمه كرها يا جماعة بالإكراه؟ يعني إيه؟ اذهبوا إلى تفسير ابن كثير ولعله فيه، يعني لأن ما أذكر لأني معلومة قديمة عندي. يقول: لو أن المرأة عندما تعاني من آلام الحمل وآلام الولادة، لو خيرت وقتها لكرهت. ها، أقول مرة أخرى، ولذلك سألت أمي يرحمها الله، وكانت تحضر كثيرا كده مع قريبتنا وكذا، كما تعلمون يعني الأمهات الكبار. فقلت لها: يا أمي، هل المرأة عندما تجد مشقة في الوضع هل فعلا تكون كارهة لهذا الأمر؟ قالت: والله يا ابني ما حضرت واحدة إلا وتقسم بالله أنها آخر مرة حمله هذا. واضح الكلام؟ فقراءة الفتح معنى الإكراه إيه؟ أنها عندما تعاني تقول آخر مرة، فكأنها كارهة لهذا الأمر. أما معنى المشقة فهو واضح: حملته أمه كرها ووضعته كرها. ولذلك خلي بالكم، وحمله وإيه؟ حمله يا حفاظ، وحمله وفصاله. هو الفصال هو إيه؟ أليس الفصال هو الفطاء؟ حتى في آية سورة لقمان قال الله: وحمله هناك وفصاله في عامين. هو الفصال في عامين ولا الإرضاع هو اللي في عامين؟ آية لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. طب ده الفصال ده يعني بعد العامين،
لما يذكر الله الفصال ولم يذكر الإرضاع؟ لأن في الإرضاع عدم مشقة، بل في الإرضاع حب وتضحية وحنان بين الأم وطفلها، لكن المشقة كل المشقة في الفصال، في الفطام. ولو رأيتم أمهاتنا يرحمهم الله عندما كنا يرضعن، كانت أيام الفطام من أصعب الأيام نفسيا على الأم، لأن الطفل يبكي وهي لا تتحمل بكاءه وتحاول، ومن الممكن أن تسهر ليلها كاملا وهي في سعادة لترضي طفلها، ما تحب ذلك، مشقة. فذكر الله الفصال لأن فيه مشقة على نفسية الأم. ها، أخذنا بلنا. إذن ها هنا معنى الإكراه موجود، ومعنى المشقة موجود. عندنا آية سورة التوبة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. الآية في شأن المنافقين، والمنافقون كما نعلم منهم من كان ينفق كرها بالإكراه، ومنهم من كان ينفق مع المشقة النفسية على نفسه. فالله قال أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. إيه، الله يبارك فيكم. التوبة 53، تابعوا كده معي بارك الله فيكم. إذن لم ترد القراءات إلا في المواضع الثلاثة. لماذا؟ لأن المعنيين مرادان، لو لم يرد الله المعنيين ما أنزل القراءتين. المواضع الأخرى لا يريد منها إلا معنى واحدا. إذن القراءات كما بينت لا ترد إلا حيث يراد المعنى. هذا التأصيل من أول ما بدأنا إلى الآن يعتبر كافيا ومقنعا، ولا لسه محتاج كمان شوية؟ لا، أنا بتكلم يعني كافي، ولا نضيف كمان حتى تتضح القضية تماما؟ طيب حاضر، نضيف إن شاء الله، سنضيف، لأن سنثبت أن القراءة وحي من عند الله، وأن فيها هذا الأمر من خلال أمر آخر لا يفطن إليه الكثير من الناس بإذن الله. خليني أولا أبين لكم في قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. مش كده؟ الموضع الوحيد الذي ورد فيه قراءتان وأعد لهم جنات تجري تحتها، وقراءة ابن كثير المكي وأعد لهم جنات تجري من تحتها. كل المواضع فيها من الأول. ما الفرق بين وأعد لهم جنات تجري تحتها وأعد لهم جنات تجري من تحتها؟ من حرف
يسمونه حرف ابتداء، ابتداء غاية. ومعنى ابتداء غاية أن الجريان يبدأ من تحت تلك الجنات، جريان الأنهار يبدأ من تحت تلك الجنات. ونعلم أن مبدأ الجريان فيه تلذذ وشعور بالنعمة، فيه تلذذ كبير. لا، ما تعني التبعيض هنا، تعني ابتداء الابتداء، ابتداء الغاية أفضل. ماشي. فكونها لابتداء الغاية، ابتداء الجريان نعمة كبيرة وفيه لذة وفيه تلذذ. فرب العباد يقول وأعد لهم جنات تجري من تحتها، تجري تحتها ليس بداية جريان، ليس بداية جريان، وإنما البداية من بعد قليلا، ثم يأتي ها هنا ويمر أو تمر المياه أو الأنهار من تحت الجنات. هذه معنى وأعد لهم جنات تجري من تحتها، يبقى ابتداء غاية. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ليس ابتداء غاية، وإنما الجريان بدأ من مكان ما ثم أتى هاهنا. لكن أنا فقط أتكلم من باب البيان، لأن بعض المتكلمين في قضية الإعجاز البلاغي للقرآن وجهوا قراءة حذف من دون أن يتكلموا عن القراءة الأخرى بوجود من قراءة ابن كثير، وعلى رأسهم الخطيب الإسكافي ومن تبعه من العلماء حتى منهم من المعاصرين، بمعنى أنه نظر إلى القراءة الأولى فقط اللي ما فيها من، يا جماعة نظر إليها فقط. فلما نظر إليها فقال طالما أعد لهم جنات تجري تحتها دون من، إذن هؤلاء المذكورون في الآية أقل نعيما من غيرهم في كل الآيات، أقل نعيما من غيرهم في كل الآيات. لماذا؟ قال لأن هؤلاء لا يتوقع أن يكون بينهم نبي. أنا أحكي لكم كلام الخطيب الإسكافي، الذي الخطيب الإسكافي له كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل، يتكلم في المتشابه اللفظي، ويعد من أول من تكلم في المتشابه اللفظي هو. ماشي. سيقول هؤلاء المذكورون في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقل السابقون الأولون لا يتوقع أن يكون بينهم نبي. في الآيات الأخرى يتحدث الله عن المؤمنين، والمؤمنون منهم الأنبياء ومنهم غير الأنبياء. فلأنها هنا الكلام عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كان النعيم أقل. هذا كلامهم وسأعلق عليه الآن. واضح يا جماعة؟ خلي بالكم معي. أولا كلامهم هذا لم ينظروا إلى ورود القراءة الأخرى وأعد لهم جنات تجري من تحتها، وهي قراءة متواترة وقراءة ابن كثير. طب إذا قبلنا كلامكم هذا فكيف توجهون قراءة ابن كثير؟ هل نرجع في كلامنا مرة أخرى ونقول لا، إحنا الكلام الذي قلناه
المرة هذه سنقول كلام جميل، ما ينفع، لأنه لا يمكن أن يكونوا أقل شأنا، هذا أمر. أما قولكم بأن هذه الآية كانت أقل شأنا في النعيم وأقل نعيما لأنه لا يتوقع أن يكون بينهم نبي، أقول لهم ما رأيكم في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وهنا باتفاق القراء جميعا بوجود من، فهل يتوقع أن يكون بين تلك الآية نبي يا جماعة؟ يا جماعة الخير، هل يتوقع أن يكون بين هؤلاء نبي؟ طبعا لا، هؤلاء فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إحنا عندنا عدة أسباب تجعل كلامهم غير صحيح. الأمر الأول قولكم أنهم أقل نعيما لأنهم من السابقين الأولين ولا يتوقع أن يكون بينهم نبي، هذا مردود عليه بأن هناك آيات لا يتوقع أن يكون بينهم نبي أبدا ومع ذلك جاءت قراءة من. فالآن لم ينظروا إلى القراءة الثانية، طب أمال إحنا توجيهنا ماذا؟ أقول بأن هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحساء ماشي، يتنعمون بنعيمين، يتنعمون ببداية جريان الأنهار بدليل القراءة تجري من تحتها، ويتنعمون بمرور الأنهار من تحت الجنات دون أن تكون هي المبدأ. والقراءتان هم اللي أعطونا تلك الدلالة. واضح يا جماعة؟ أود أن أشير إلى أمر، قضية إثبات إعجاز القراءات البياني أو أن الله تبارك وتعالى أنزل تلك القراءات للدلالة على معان. سآتي لكم بدليل آخر أو كلام قد يكون جديدا لكن إن شاء الله ونتمه في اللقاء القادم بإذن الله، وهو إيه؟ أن بعض الكلمات أو الآيات محل ورود أكثر من قراءة، ومع ذلك لم ترد فيها إلا قراءة متواترة باتفاق القراء. ماشي، الكلام مش هيتضح إلا بمثال. أنا عارف بعض الكلمات يعني لم ترد فيها قراءة ومع ذلك هي في الأصل عندما تنظرين إليها تقولين هي هذه قراءة ولا ما وردت قراءة؟ ولماذا؟ لأن المعنى الآخر غير مراد، المراد هو معنى وحيد ووردت به قراءة وحيدة. نبدأ بمثال صعب ولا سهل؟ بتحبوا تبدأوا بالسهل ولا بالصعب؟
هنبدأ بالسهل خالص إن شاء الله. أقول لكم، عندي في القصة الواحدة فيه فما كان جواب قومه، والثانية وما كان جواب قومه، مش كده؟ وما في سورة الأعراف، عشان كل واحد يفتح مصحفه. وما كان جواب قومه إلا في سورة الأعراف آية رقم كام يا جماعة؟ آية 82. وقوله فما كان جواب قومه في سورة النمل، طبعا القصة واحدة، ونجد في موضع قال فما كان جواب، وفي موضع آخر قال وما كان جواب، ودي الآية 56. القصة واحدة، وهذه بالفاء وهذه بالواو. طيب، هذه بالفاء وهذه بالواو. هناك فرق بين ما ورد بالفاء وما ورد بالواو، ما الفرق؟ الفرق الواو تفيد مطلق الجمع، يعني لا فيها ترتيب ولا فيها تقديم أو تأخير أو كذا، بل تعطي مساحة زمنية في كون الكلام الذي بعدها كان عقب عما قبلها. الواو لا تفيد ترتيبا ولا تفيد تراخيا إلى آخره. حتى الواو في الحوار في القرآن، خلي بالكم عشان برضو نستفيد، في الحوار إذا ذكر في الحوار الواو فإن الحوار معناه أنه لم يكن مباشر. الحوار في القرآن، ولذلك في حوار مثلا الرجل المؤمن في سورة غافر، وقال فرعون ذروني، وقال موسى، وقال رجل مؤمن، وقال وقال وقال، يبقى الحوار ده كان مباشر. هذا قال قوله ووصل الكلام الطرف الآخر فقال قوله، فالحوار ليس مباشرا إذا جاءت الواو. ماشي؟ إذا كان الحوار مباشر لا تأتي الواو. اقرأوا في سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأول. ذكرت الواو؟ لم تذكر، لأن الحوار مباشر بين موسى وفرعون، أخذنا بالنا؟ لم تأتي الواو نظرا لأن الحوار مباشر. الواو أيضا عندما تذكر فإنها تفيد مطلق الجمع. الفاء تفيد، شوف، الترتيب والتعقيب والسرعة. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة، ماشي؟ فالفاء تفيد أن ما بعدها عقب ما قبلها مباشرة، وفيه سرعة إجابة. تعالوا نذهب إلى ما قبل الآيتين في سورة الأعراف والنمل يا جماعة. في الأعراف، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، ها، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، اللي قبل وما كان جواب،
ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ في النمل أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أيهما أشد تعنيفا في الحوار وفي الكلام؟ طبعا ما سبقكم بها من أحد من العالمين أخف، لكن وأنتم تبصرون، واضح؟ أيضا في الأعراف اتهمهم بالإسراف، بل أنتم قوم مسرفون. إنما في النمل قال بل أنتم قوم إيه؟ بل أنتم قوم إيه؟ ما عاد حد حافظ يا ولد والله. بل أنتم قوم تجهلون. احكموا أنتم. عندما يتهمني أحد بالإسراف ولا بالجهل، أي التهمتين أشد تعنيفا؟ ها، أي التهمتين؟ الجهل طبعا. أنتم قوم تجهلون. فكان جوابهم في النمل سريعا، فما كان جواب قومه سرعة. ليه؟ لأنه يعني استثارهم وعنفهم، وكان في الأسلوب تعنيفا لهم شديدا، فكان جوابهم أسرع. ولذلك تجدون فرقا بعد فما كان جواب وبعد وما كان جواب. ماشي؟ اللي هتخرج الفرق، الفرق في نفس الآية، اللي هتخرج الفرق لها مكافأة بإذن الله. بس مش هنقول المكافأة إيه، اللي هيخرج الفرق من الإخوة أو الأخوات له مكافأة. الفرق يؤكد الكلام الذي أقوله، إن فما كان جواب اللي في النمل كان فيه سرعة جواب، لأنه عنفهم بشدة فأجابوا بسرعة. في الأعراف كان الأسلوب أهدأ، فكان الجواب أكثر هدوءا. ما شاء الله ما شاء الله. في الفرق كتبته الأخت أم أحمد وعمر المصرية، تقول في النمل قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. اسمعي مني كده، أخرجوا آل لوط، ذكرهم بالاسم، وذكرهم بالاسم يشعر بمدى الضيق منهم. إنما هنا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتهم. أهدأ، أخرجوهم، يشعر بالهدوء، لأنه يجيب بهدوء على تعنيف هادئ. إنما هناك التعنيف شديد، فكان الرد سريعا وشديدا. نعم بإذن الله يا أم أحمد، المكافأة بإذن الله سنجمعها. المكافأة هي ريال، والذي يحصل على مكافأة ريال يتصدق به عن نفسه. طبعا هذه أعظم مكافأة، أن تتصدق عن نفسك بالريال الذي أخذته مكافأة. ماشي؟ هنا تقولين لي أو تقولون لي ماذا تريد أن تقول في هاتين الآيتين؟ أقول اتفاق القراءات كلها متواترها وشذها على أن موضع النمل بالفاء وأن موضع الأعراف بالواء يدل على أن القراءات وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى. ولو كانت لمجرد التنوع كما يظن البعض، لكن خلاص البعض قرأ هذه بالواو وهذا قرأ هذه بالفاء، ويجي ورش يقرأ دي بالفاء زي بعضه، ويجي حفص يقرأ دي بالواو. يا ريت تكون رسالتي وصلت.
يعني هذا الاستنباط سنبينه أكثر بإذن الله. لكن خلي بالكم أنا ماذا أريد أن أقول اليوم، أقول شوفي إجماع القراء على قراءة هذا الموضع بالفاء لأن الواو لا تصلح، وإجماع القراء هنا بالواو لأن الفاء لا تصلح، دليل على أن القراءات ليست اختيارا عشوائيا وليس للبشر دخل فيها ولا يملك أحد من البشر أن يتدخل فيها، إنما هي وحي من عند الله ولا تتنزل إلا في الموضع الذي يريد الله فيه المعنيين. هنا يريد معنى واحدا بالفاء، كان اتفاق القراء بالفاء، وهنا موضع واحد بالواو، كان اتفاق القراء بالواو. ختام هذين الآيتين أختم به لأني أطلت عليكم، لكنه أمر مريح. إنهم أناس يتطهرون، نريد أن نكتب هذه الجملة فقط، إنهم أناس. يا سلام، ما أجمله من تعليل، هو التطهر يا جماعة عيب ولا ميزة؟ التطهر عيب ولا ميزة؟ أمال هم ذكروه ها هنا، ذكروه ها هنا على أنه عيب. أخرجوا آل لوط من قريتكم، لا يا جماعة، قالوا هؤلاء أناس يتطهرون. لا، التطهر عيب ولا ميزة؟ التطهر ميزة، وهذا يؤكد على شبه أن أهل الباطل وأهل الفساد يرون التميز في أهل الحق عيبا. واضح كلامي؟ مش أحيانا بعض الناس تقول لا أصلي فلانة محتشمة كده ومنتقبة، يا سلام، وفلان ده أصله ملتزم كده وبي. أهل الباطل وأهل الفساد يرون التميز في أهل الحق عيبا، وهذا سبب جملة التعليل إنهم أناس يتطهرون، يعللون لفعلهم الشنيع. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه يا جماعة نخرجه؟ هؤلاء يتطهرون وإحنا ما نريد التطهر. فبالطبع مع أنه ميزة وتميز فيهم، إلا أنهم يرون أنه عيب كبير. وهذه إن شاء الله بإذن الله نكمل بإذن الله في لقائنا القادم على هذا المنوال، الاستدلال على أن القراءات وحي منزل من عند الله من خلال المواضع التي كان يتوقع ورود أكثر من قراءة فيها، ومع ذلك لم ترد القراءة. أو لو كانت يقولون لنا من زمان القراءات للتنوع، نعم للتنوع، تنوع بس إرادة معنى. لو كانت القضية تنوع كان مجموعة من القراء نقلوا لنا قراءة الفاء في موضع الأعراف، ومجموعة تانية نقلت الواء، ومجموعة نقلت الفاء هنا والواو هنا، مش كده؟ لكن أبدا شو، لا ترد القراءة إلا حيث يراد المعنى ولها دور في المعنى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن تسامحوني ولا تنسوني من دعائكم، ولا يكون في صدر أحدكم شيئا إذا يعني كنت قد أثقلت في شيء ما أو كذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الكريم
الذين هم أهل الله وخاصته، وتحملوني إلى أن أؤصل الأمور معكم، لأن إحنا هنمشي بعد ذلك وفق منهجية سأضعها لكم، بس ما أريد أن أكشف عنها الآن، وسآخذ رأيكم في الأمر إن شاء الله اللي هيجعلنا نمتد، لكني أريد أن أوصل الرسالة أولا، أن القراءات لا تتنزل إلا حيث يراد المعنى، وإحنا بنستدل الآن من خلال بعض الكلمات التي يتوقع أن تكون فيها أكثر من قراءة، ومع ذلك ما وردت إلا قراءة واحدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا، ولا تنسونا من دعائكم.